مهرجان جرش للثقافة والفنون يتألق مجدداً في المدينة الأثرية في دورته 31، لتبقى جرش تحتفل بالحياة والفن، ولتشهد آثارها الخالدة على فعاليات فنية تختال بها مسارحها وفضاءاتها الزاخرة بأجمل العروض العالمية. من 21 وحتى 30 من تموز في جرش، بوابة النور، حفلات الطرب الأصيل مع نجوم الأردن والعرب، فرق أجنبية معاصرة وموسيقى، حفلات فلكلورية تراثية، أمسيات شعرية، حرف يدوية، معارض المنتجات الريفية، بشائر جرش للمواهب الشابة. وتستمر العروض في عمان في المركز الثقافي الملكي من 1 وحتى 5 آب 2016، وتبقى جرش ما بقي الوقت أمينة على زوارها وعلى مخزون فنها العربي الأصيل. جرش، نقش تاريخي أردني. الراعي الرسمي زين